صانع محتوى ومصور فوتوغرافي محترف من الكويت. نرحب بعبد الله الشاجي، حياك الله في يلا سوشيال. اهلا وسهلا يا استاذ نور، وشكرا على هذه الاستضافه. حياك الله، متشرفين فيك. في بدايه خبرنا كيف انتقلت من انك تصور يعني على الطبيعه مثل ما يقولون مصور فوتوغرافي محترف، صرت الى السوشيال ميديا وقمت تحط صورك وتستعرضها للجمهور. أمانة بحكم وجود السوشيال ميديا الواحد وده يشارك أجزاء من حياته، وكون التصوير الاحترافي جزء أساسي من أجزاء حياتي، فكنت في البداية أشارك هذه الصور للناس عشان أخذ رأيهم، عشان اللي يعطيني تعليق، اللي يعطيني، اللي يمدح، اللي يعطيني ملاحظة. بس بعدها طبعا انتقل الموضوع تماما إلى الأكاونت بالكامل صور احترافية، بحكم الآن أنت عارف أن السوشيال ميديا هي منصة للتسويق أو الترويج الذاتي، لأيضاً بيع الصور وبيع الفرص، وأيضاً صناعة هذه الفرص التجارية الممتازة، كون أن هذا خط عملي والكارير مالي بشكل دائم يعني. جميل، شوف أنت جبت السؤال لنفسك، إيش كثر ساعدتك السوشيال ميديا على أنك تحول هذا العمل إلى عمل مدر للربح أكثر؟ يعني إيش كثر يجونك كلاينتس يبونك تصور أشياء طبيعية أو أن يشترون صورك عن طريق السوشيال ميديا؟ يا سلام عليك، وانا اجاوب على سؤالك بسؤال ثاني الان. انت استاذ نور، يعني لو ان انت بتصور، ايش رايك وانا جاهز للقاء؟ الان انت اذا بغيت تصور صوره حلوه للبورتفوليو مالك، امانه وين تبحث؟ هل تروح تطق بيبان الاستديوهات تبحث عن مصور؟ الناس كلها موجوده في السوشيال ميديا، اي واحد يبي يشتري اي منتج او سلعه الان من الذكاء انك تجاري التكنولوجيا، ما تعاندها. فأمانة بما أن هذا وظيفتي الأساسية الدائمة، ما أني موظف ولا أني أستلم راتب، وجود السوشيال ميديا جعل لي منصة لترويج نفسي، وأول بروجكتاتي يتني بالصدفة عن طريق شركة شافت حسابي وشافت صور جميلة لحسابي وحبوا أنهم يصورون موظفينهم بهذا الشكل. فجوابا على سؤالك، السوشيال ميديا جرتني أني أنا أستفيد منها بشكل تجاري، مو ان انا كنت مخطط اني استفيد منها بشكل تجاري. تمام، روعه، وصلني الجواب. زين، من خلال تجربتك الشخصيه كيف ممكن لشخص عادي يصير مصور احترافي على السوشيال ميديا؟ اكيد الناس دائما تسال كيف اقدر اصير نفسك، كيف تجاوبهم؟ شوف، بالماضي لما كنا ندرس التصوير ونعرف شلون التصوير كانوا يقولوا لنا الجوده والدقه والزاويه. لما دخلنا في عالم السوشيال ميديا، انك تكون بروفيشنال في السوشيال ميديا تختلف عن انك تكون بروفيشنال في الصحافه او في الطباعه او في الاعمال الفنيه والمعارض. فامانه السوشيال ميديا لها قوانينها، مثل انت لازم تحط صوره تلمس الناس، لازم تحط صوره الناس مو ماله منها، مو شبعانه منها، لازم تعطي الناس يعني محتوى مستفز بشكل ايجابي، انه هو يشوف صورتك، انه هو يدقق فيها، انه يقول يا اخي شلون صور هالصوره، او هالصوره نقلت جمال او احساس او مشاعر هذا المكان. حلو، خاصه في تصوير السفر، اتوقع كلنا نسافر ني نصور صوره عيوننا تشوف اجمل من اللي قاعد تشوفه الكاميرا. فالتصوير الاحترافي للسوشيال ميديا له قواعد وله اساسات مختلفه، يدش فيها البيهيفير ويدش فيها العاطفه ويدش فيها التفاعل الناس، فيعني امر مختلف تماما. وهذا كله يساعد بالنهاية أن الناس تشتري صورك وأن الناس تتابعك وتحبك. فيعني نقدر نقول شرباك بالكويت، نقول يعني كل شيء مرتبط بكل شيء. حلو حلو، هو شيء متكامل. طيب، شو أكثر شيء أنت تحب تصويره؟ انسى الناس شو يقولوا لك وانسى الناس شو يعلقون وشو يسوون لايكات. هل تحب تصوير الأشخاص أكثر، البيوت، المناظر الطبيعية؟ شو يفضل اليوم عبد الله يصور؟ زين، تصوير الأشخاص هو عملي الأساسي. يعني أنا الآن لو بعرف عن نفسي عن شيء معين، أنا أصور أشخاص في الكوربريت سيتينج، يعني أصور مجالس إدارة، أصور في آي بيز، شخصيات مهمة، التصوير المعروف. بس هذا بالنسبة لي رتيب وممل صراحة. فالتصوير الأقرب لقلبي هو اللايف ستايل، هو السفر، الفنادق، الوناسة، كونه مربوط بمشاعر جميلة، كونه مربوط بأنك أنت تنقل للناس قصة سفرتك، تنقل للناس معينة قصة المكان اللي أنت فيه. نعم. صحيح. إنزين، شو الأسهل بالنسبة لك الحين عرفت الفيفرت، اللي شيء اللي تحبه أكثر؟ الفيفرت هي أسهل تصور أشخاص، مناظر طبيعية؟ أخاف أقول الكاتيجوري يزعلون مني مصورين اللي بهالكاتيجوري. لا ما عليه، نحن اليوم نتكلم بصراحة. أمانة الأسهل هو التصوير في الكنترول لايتينج. يعني شنو؟ يعني لما أنت تصور في كافيه، عارف مكان الإضاءة، عارف من وين داخل الشمس، الطاولة جميلة، الديكور جميل، وتحط لك قهوة وتصور،
بالنسبة لي هذا أسهل شيء، كون أنه متوفر وكون أنه دارج، ولكن بالنسبة لي مو أمتع شيء صراحة. نعم حلو. زين أنا عندي سؤال شخصي، هو يعني أنا أبى أسأله، ليش دائما المصورين، أنا وايد مصورين يصوروني يعني، ودائما يقولوا لي نفضل الناتشرال لايت أو إضاءة الشمس، إضاءة طبيعية. نعم. عن ان نحن نقعدك في الاستديو ونعدل الاضاءه عليك، ليش معظم المصورين يفضلون هذا الشيء على انهم يسوون اضاءتهم بروحهم؟ جدا بسيط. الجواب جدا بسيط. الان انت كانسان عايش في هذه الحياه، متعوده العين والف العين تالف طريقه الاضاءه الطبيعيه منتشره في كل مكان، فلما تشوف صوره من هذه الاضاءه دائما الناس ترتاح لهذه الصور. لما انا اجيب عدة استوديو واركب فلاشات واركب اضاءة واسوي لك اضاءة ممكن تكون حلوة وممكن تكون مو حلوة، ولكن الناس الاقرب للعين اقرب للقلب، اللي تشوفها دائما هو اللي تحبه واللي ترتاح له واللي تألفه انت. فالناس دائما تألف وتحب التصوير بالاضاءة الطبيعية لان هي اقرب شيء احنا تعودنا عليه واقرب لنا. حلو. انزين خذ لك هالسؤال، ايش كثر تقدر تركز في صورة انك تلتقطها ما تكون من شافه من قبل، يعني شيء خارج عن المألوف بالنسبة للجمهور، مع انه اليوم عبد الله يعني كلنا عندنا تليفوناتنا ونصور صور طول الوقت، يعني انت طول الوقت صحيح. على تليفونك ما تشوف الا صور وفيديوهات. صحيح. انا اقول لك نقطة، في عندي انا مشروع تدريبي دائما اقول للناس ابحث عن الزاوية الغير معتادة او الغير مألوفة، لسبب الناس اليوم في تلوث بصري من كمية الصور. اليوم انت تركب الطيارة تفتش الطاولة تلقى اعلان، بالسوشيال ميديا مليان اعلانات، تمشي اليوم على شارع الشيخ زايد اعلان يمين اعلان يسار اعلان يمين اعلان يسار، فالعين معتاده تشوف صور بكثافه، فالعين دائما تبي تشوف شيء ما شافته من قبل. لا تروح تصور لي برج ايفل في نفس الزاويه اللي صوروها 600 مليون شخص قبلك. صحيح. روح صورها بزاويه مختلفه، خلي الناس تتساءل، خلي الناس تشوف تفاصيل ما شافتها من قبل، لان الناس فضوليه وتحب تشوف الاشياء بزوايا مختلفه وبطرق مختلفه. فهذا السبب، هذه أهمية إن أنت تصور صورة غير معتادة وصورة الناس مو متعودة تشوفها. جميل. زين التكنولوجيا اليوم مسهلة علينا مليون شيء، الإضاءة مو بحلوة أعدلها بالأدت، ما بقول فوتوشوب لأن هي أدت غير فوتوشوب، هو تطبيق بروحه، كل حد يقول فوتوشوب بس هو تطبيق بروحه. إذا الألوان مو بعايبت إنك عدتها بالأد، يعني كل ما تشتهيه الأنفس والعيون موجود على السوشيال ميديا على تلفونك، لأن التكنولوجيا اليوم سهلت علينا. إيش كثر اليوم أنت تفضل إنك ما تسوي إدت ولا تحب تسوي إدت؟ لأن المصورين يا هذا يا هذا، يا يسوي وايد إدت في الصورة أو تكون الصورة as natural as possible. والله أنا أقول لك المصورين جمهورين، استاذ نور، جمهور الستريت فوتوغرافرز والمصورين الصحفيين يقول لك لو في شغلة مثلا قوطي بيبسي مقطوط على الأرض لا تشيله لأن هذا جزء من القصة. نعم. بس أنا من الجمهور الثاني، أنا قاعد أقدم صور فنية جمالية تسعد المشاهد. نعم. تفاصيل بسيطة أني أحافظ عليها بس مخربة على الصورة دائما أشيلها. فمن وجهة نظري يعتمد على أنت وين قاعد تقدم هذه الصور. إذا أنت يهمك نقل دقة المشهد والمكان وتفاصيله، هني انت لابد تحافظ على الصورة. انا في كثير من البروجكتات مثلا لتصوير السيارات وكالات السيارات، يا اخي اطلع ما اتوفق في يوم ما يكون في غيوم، تكون السماء مو حلوة، ركب غيوم السماء كلها الان عن طريق بالضبط عن طريق الاي اي اقدر اركب السيارة اصلا. صحيح عرفت؟ صحيح. فيعني هي البالانس ما بين ان انت تبي تنقل حقيقة المكان ولا انت تبي تطلع صوره فنيه وجماليه باكبر قدر ممكن. صحيح. شو النوتيفيكيشن اللي وصل عندك الحين؟ لقاء تلفزيوني مع ابو ظبي تي في. الله الله عليك. بهذه الكومنت تحديدا اختم معك اللقاء. شكرا عبد الله ما قصرت، اتمنى اشوفك في الامارات ان شاء الله، نسوي فوتوشوت حلو مع بعض. الله يحفظك. تامر يا حبيبي. عفوا عليك.